وبشأن طبيعة الوضع في الغوطة الشرقية، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل السياسي المتخصص في الشأن السوري طه عودة. سيد طه، مرحبا بكم. يعني الأمم المتحدة تقول وتعطي ربما إحصائية أولية وتقول إن 66 ألف مدني نزحوا من الغوطة الشرقية خلال يومين. بداية، كيف يمكن أن تعلق على هذه الأرقام من المدنيين المهجرين؟ نعم، يعني في البداية نحن على أبواب يعني الشهر الثاني من القرار الأممي الأخير، وخاصة فيما يتعلق بالغوطة، وإلى حتى هذه اللحظة ما زالت آلة الدمار وآلة القتل الروسية وأيضا الطائرات السورية عفوا وأيضا الطائرات الروسية هي تقصف وتقتل في داخل الغوطة. كل هذا بدون شك هو ساهم بشكل كبير في ارتفاع عدد التهجير وارتفاع عدد القتلى في مدينة الغوطة، وعلى الرغم من الدعوات والاتفاقات التي قامت بها يعني روسيا وايضا برعايه الامم المتحده، الا ان الماساه ما زالت متواصله داخل الغوطه. طيب سيد طه، يعني اذا كانت ازمه النظام وحليفه الروسي في وجود المسلحين في الغوطه الشرقيه، لماذا يتم تهجير المدنيين ايضا معهم؟ ما الغايه من وراء ذلك سيد طه؟ يعني الغايه واضحه هو ان النظام هو ينتقم يعني من الغوطه، ومن هذه الغوطه كما تعلمون يعني هي المنطقه التي كانت هي تسبب ازعاجا كبيرا للنظام في بدايه الثوره. المسلحين على الكثير من يعني الثوار موجودين في تلك المنطقه، فهنا ان كانت روسيا، ان كان النظام، وان كانت الامم المتحده، وهي ان كانت تندد وتجب وتصدر القرارات، لكنها ترى وعلى مسمع ومرى الجميع ما يحدث الان في الغوطه، ان حقيقه هي ماساه بعين الكلمه. ما يجري حاليا هو انتقام، وهي عمليه يعني قتل واضح في وضح النهار لاهالي الغوطه. سيد طه، إلى أي مدى تؤثر هذه الاتفاقيات، اتفاقيات إخراج المسلحين من الغوطة الشرقية؟ هل تعتقد أنها تؤثر على الوضع الميداني في المدينة تحديدا؟ يعني حاليا يعني الثوار في المدينة منذ فترة، يعني منذ تقريبا شهر، يعني كان هناك اتصالات، إن كان مع الأتراك، وأن أنقرة كانت هي ساهمت بشكل كبير يعني في الحفاظ على عدم يعني تسبب او دمار هذه المدينه. ولكن اعود واكرر بان يعني المشكله والعقبه الاساسيه هي تكمن وراء اصرار النظام على معاقبه هؤلاء الثوار والاهالي والاخص المدنيين، خاصه طيله الاسابيع الماضيه، على الرغم من النداءات والمطالبات الدوليه بالسماح لهم بالخروج وبالسماح لهم يعني تلبيه مطالبهم، الا ان الطائرات والقتل ما زال مستمرا في تلك المنطقه. سيد طه، التهجير في الغالب كما تعرفون يعني يتم باتجاه مدينه ادلب. اليوم وقع انفجار سياره في المدينه. إلى أي مدى ترى أن المناطق المحررة تقع في مرمى المخابرات نظام السوري؟ يعني من دون شك أعتقد أن هذا الحدث أو الانفجار الذي وقع اليوم في إدلب له علاقة بما يحدث في الغوطة وفي تلك المنطقة، بأن يعني أن هناك آلة النظام، آلة القتل النظام، هي تستهدف الجميع إن كان في الغوطة أو في أي مكان يتوجه إليها المهجرين من تلك المناطق. من اسطنبول المحلل السياسي المتخصص في الشأن السوري طه عودة، شكرا جزيلا لكم.